17 عاما على مجزرة سربرينيتسا، وككل عام الذكرى تحمل جملة جديدة من الجنازات. هذه الشاحنات التي تعبر سراييفو تنقل جثثا إلى بوتوكاري، مقبرة ضحايا المجزرة. 25 جثة تم التعرف عليها هذا العام، بقايا 6 أطفال وأربع نساء أكبرهن سناً كانت في 94. ومع هذه الجنازة الجماعية يرتفع عدد الضحايا التي تم دفنها في سربرينيتسا إلى 5657. مراسم الدفن أمر هام بالنسبة للأهل. أريد دفن ابني، كان في 27 من العمر، هربنا عبر الغابة عند سقوط سربرينيتسا. وعندما وصلنا إلى سناغوفو بدأوا باستهدافنا بأعيرة نارية من كولا، فقتل 8 أشخاص من بينهم ابني وبقيت جثته في الميدان. عثرت على بعض رفاته، دفنت العديد من الأقرباء، زوجتي ماتت من الحزن. سربرينيتسا مأساة لا تنتهي، فأرض البوسنة ما زالت تحتفظ بمقابر جماعية عديدة، حيث يصعب على عائلات الضحايا إتمام الحداد، ومحاكمة ملاديتش لا تخفف من آلامهم. هو لا يرى مأساة سربرينيتسا ولا ألم منطقة درينا، عليهم إحضاره إلى هنا لمحاكمته. أتمنى أن لا يرى أولاده ثانية. ابني لم يرى والده، عثرنا فقط على 4 من عظامه. ويوم الاثنين استؤنفت في لاهاي محاكمة ملاديتش الذي أوقف العام الماضي بعد 16 عاما من الفرار، جلسة الاستماع إلى الشهود دون أن يرف له جفن. ملاديتش البالغ من العمر 70 عاما يستمع إلى الشهادات مدعمة بقرائن لا تقبل الشك. إنكار يشاطره إياه مؤيدوه بعد 17 عاما في بال منطقة صرب البوسنة. لا يهم إن كان يحاكم في لاهاي، سيبقى بطلا صربيا. ملاديتش هو بالنسبة للصرب مرادفا للعدالة وبقاء الشعب الصربي، وأنا أعتبر أن الصرب بحاجة اليوم إلى ملاديتش جديد. ومن بين المشاركين بمراسم الدفن اليوم آرثر شناير الذي نجا من المحرقة النازية. عادة ندفع ثمنا باهظا للصمت، والصمت ليس الجواب. علينا أن نقف ونواجه الظلم في أي مكان، ولا يمكن إغماض أعيننا على الأعمال اللا إنسانية في أي مكان من العالم. علينا سماع صراخ المظلومين. You have to hear the cry of the oppressed. رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.